تواصل شركة قطاع الطاقة على غرار شركة سون الغاز إنشاء مصانع مخصصة لتلبية الاحتياجات الوطنية من حيث المعدات اللازمة لإنتاج الكهرباء وتوزيعها، حيث جسدت جملة من المشاريع مما سمح بتوفر مناصب شغل. ووعي بما يمنحه برنامج الإدماج الوطني من فرص ثمينة لتطوير وتنويع الموارد المالية وخفض فاتورة الاستيراد وتنويع مصادر دخل العملة الصعبة، إضافة إلى خلق فرص العمل. تبقى سون الغاز وباعتبارها المحرك الأساسي للتنمية وقاطرة الاقتصاد الوطني للبلاد، سباقة في مواكبة سياسة الإدماج الوطني التي تعتمدها الدولة، حيث شرعت سون الغاز في تطوير ودعم القدرات الوطنية في قطاع الكهرباء والغاز بالاستثمار في مختلف مهنها ومجالات اختصاصها، وهذا بهدف التحكم في جميع حلقات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز. مساهمة القطاع في تنفيذ استراتيجية خاصة بالانتعاش الاقتصادي ترمي إلى إطلاق ديناميكية صناعية مؤسسة لاقتصاد متنوع وأداة إنتاج وطنية قوية. كما يعد الإدماج الوطني لتصنيع المعدات وقطع الغيار اللازمة لنشاطات القطاع الطاقة والمناجم جزءاً لا يتجزأ من مخططاتنا التطويرية، وذلك من خلال إنجاز مشاريع صناعية بالشراكة مع الأجانب وتشجيع نشاط المناولة. وقد تم في هذا الصدد إصداء توجيهات لمسؤولي شركات القطاع من أجل تعزيز الإدماج الوطني. هي طموحات تشكل أولويات المخطط الاستراتيجي لسون الغاز لآفاق سنة 2035، والذي يتخذ من الإدماج الوطني واحدا من المحاور الأساسية التي ترتكز عليها الرؤية المستقبلية لدعم الاقتصاد الوطني.